السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، اينما كنتم مرحبا بكم في قناه انا جيت. وانا يوم ثاني جيتو ديما كنجيو كنجيب لكم الجديد خفيف ظريف ديال اليوم اخواني اخواتي. عندنا السوق ديال الحد بولقنادل، ها هو اخواني راس بدات عمليه ديال الهدم ديالو، وفي الاتجاه هنايا اللي كنتو تبعتو معنا الاشغال ديال القرنه، صافي القرنه صافي راه صافي واجده كيتسناو يصوبوا لها غير القدرون ديالها ويطلقوها علينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكاين عندنا الاشغال ديال تهيئه المنطقه الصناعيه ديال بولقنادل. من بعد ما جابوا لنا اخواني اخواتي السكان هذوك ديال الديبورا، هما اللي غنمشي نصوب لكم واحد الفيديو، وجابوا لنا الناس ديال البرارك، اذا كاين عندنا يد عامله وحي صناعي، اذا هذه المنطقه غادي يكون عندها واحد الموقع استراتيجي، غتكون عندها واحد المستقبل ظاهر. خوتي حبايبي صحابي درت لكم واحد الدوره هنايا باش تاخذوا فكره فيديو، غتلقاوه في قناه انا جيت تي في وعاود الريح، غيكونوا جوج ديال الفيديوهات، فيديو على هذه المنطقه الصناعيه او فيديو ثاني غنديروا لكم على هذه المنطقه ديال الديبو اللي حوله. خوتي حبايبي صحابي خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.